لمواقفة Suffering of لوقف the Palestinian معاناة هذا people الشعب requires a firm stance وضمان by the حقوقه international community وإظهار and التضامن international معه mechanisms to stop ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات the التي تمارس violations بحقه and to ensure وهما accountability يجعل for من the انعقاد هذه perpetrators الجلسة of طارئا these لمجلس حقوق violations. الإنسان وإصدار This قرار بتشكيل indeed وإفادة لجنة justifies the holding تحقيق of this دولية special session مستقلة ونزيهة أمرا ضروريا the decision وفقا لما طالب به الأمين العام للأمم to المتحدة والتضامن معه ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات التي تمارس بحقه وهو ما يجعل من انعقاد هذه الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان وإصدار قرار بتشكيل وإفادة لجنة تحقيق دولية مستقلة ونزيهة أمرا ضروريا وفقا لما طالب به الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لتحديد ملابسات هذه الانتهاكات وضمان المساءلة عنها وعدم الإفلات من العقاب. السيد الرئيس، إننا لازلنا نتطلع إلى بذل كل جهد من أجل تحقيق السلام وتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الانتهاكات التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة وضمان حياة كريمة له في دولته المستقلة. وفي هذا السياق تضع مصر كافة الأطراف والآليات الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان لمواصلة العمل من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف كافة الانتهاكات بحقه. وود أن يشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة طوال شهر رمضان المبارك في إطار تخفيف الأعباء على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وختاما تؤكد مصر مجددا أنها لم ولن تدخر جهدا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والإسهام الجادي والمستمر في إيجاد حل عادل وشامل للصراع في الشرق الأوسط يتأسس على حق الدولتين وقامت الدولة الفلسطينية.